ليه؟ احنا قلنا مفاهيم اساسيه، في مفاهيم اساسيه في الحاسب. انا بتكلم بقى بصوره عامه عن كل اللي احنا قلناه، سواء في المحاضرات الواقعيه او في البث بتاع الاجازات. تمام؟ وات ذا الجوريثم؟ ممكن تسال هنا ايه هو الالجوريثم؟ ده اساس الكمبيوتر، وقلنا نسبه، وعملت لكم فيه حلقه خاصه بالالجوريثم وماذا سمي الالجوريثم، ماذا الاسم. الالجوريثم جاء اللي هو الخوارزمي، اللي هو اللوجاريتم. احنا خدنا الالجوريثم من الترجمه الانجليزيه زي ما قلت لكم، وده نسبه لمحمد بن موسى الخوارزمي. وقلنا ان كل شيء في الدنيا له الجوريثم، ستيبس، خطوات، خطوات عشان احل بروبلم معين. الكلام ده اتكلمناه بالتفصيل الممل. بعد كده من ضمن المفاهيم الاساسيه الداتا. الداتا قلنا الداتا دي اتكلمنا فيها، او الداتا ستراكشر اتكلمنا في الداتا والتايبس والداتا. There are two types of data: certainty and uncertainty data. اللي هي بيانات اليقين وبيانات اللا يقين. اتكلمنا في الموضوع ده، وقلنا انواع الداتا والتايبس اوف داتا لما بدات. قلنا في الكراش داتا، وفي الفازي داتا، قلنا الكلام ده كله. وفي الانشتينستك فازي داتا، وفي النيوتروسوفيك فازي داتا. وفي مع الكريز دي في حاجه اسمها نيوتروسوفيك كريز. نيوتروسوفيك كريز داتا، دي تايبس. الكلام ده كله قلناه قبل كده. انا بلم لكم المواضيع اللي احنا اتكلمنا، المفاهيم المهمه دي ممكن تسال فيها سؤال مقالي، ممكن تسال فيها تكمله، ممكن تسال فيها رايت رانك، ممكن تسال فيها معايا كمفهوم، اقول لك ديفاين، او تكتب عن كل حاجه دي. الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، وقلنا في ابريفيشنز. فاكرين اخر محاضره لما اتكلمت معاكم عن الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي لغات البرمجه اللي هي الشيئين. برضه من ضمن المصطلحات انا هعطيها لكم وحاطها لكم في الملخص الاخراني، علشان مجمع لكم الحاجات اللي احنا قلناها كلها في صوره نقاط. ممكن تسال في ابريفيشن، ممكن تسال في تعرفها، ممكن تسال برضه صح وغلط، ممكن تسال تكمله، اختيارات في الحاجات اللي انا بكلمكم فيها دي. معايا؟ انا طبعا مش هقدر اقول الكلام ده كله، الكلام ده كله موجود في الملخصات واحنا قلناه قبل كده، بس انا بدي لكم فكره سريعه عن الحاجات اللي انا بعتها. الاوبريتنج سيستم، وات ذا اوبريتنج سيستم دو؟ وقلت لكم الاوبريتنج سيستم اللي هو نظام التشغيل، وقلت لكم ازاي بيعمل، والابريفيشن بتاعه اللي هي اوبس. What is the operating system? الداتا تايب خلاص خدنا برضه. What is the abbreviation? The abbreviation B C D مثلا 8421. The abbreviation ده بتاع ايه؟ خدناها، خدنا انكود وخدنا ديكود على النوع ده، مهم جدا. ممكن تسال فيه انكود وممكن تسال فيه ديكود. طب الابريفيشن ده بتاع ايه؟ كان اسمه ايه؟ باينري كودينج ديسيمال. الويت هنا كام؟ 1 2 3 4. يبقى اربعه ويت. وفي قلنا البي سي دي كود 4 2 1 دي الابريفيشن بتاع اللي هي الباينري كودينج ديسيمال. 4 3 ويتس يعني ثلاث اوزان، 4 2 1. دي كله ممكن تسال فيها ابريفيشن، ممكن يجي لك سؤال
اقول لك ان كود وسؤال، او ممكن اقول لك دي كود. فهمتوني ولا لا؟ يعني هنسأل فيه كل حاجة خدناها بالتفصيل بطرق معينة. يبقى فيه، يبقى هنا ممكن نعمل دي كود وفي دي كود معايا للباينري. ده الباينري، استخدام الباينري. ووضح لكم الكلام ده بالتفصيل. اخذنا برضو من ضمن المفاهيم في الكمبيوتر ساين اللي هو السوفت وير. On types of software، قلنا في software وفي hardware. software هو ايه والhardware هو ايه. الكلام ده اتكلمنا عن software والhardware. في الابليكيشن software اللي هي التطبيقات بقى المختلفة في software. اخر حاجة لما كنا بنتكلم من ضمن المصطلحات في لما اتكلمت معاكم عن what is the nitrosophic on computer science، او تطبيق nitrosophic في الكمبيوتر ساينس، وده قلتها في المحاضرة وقلتها في البث بتاع الاجازة صح؟ ووصفت لكم ايه هو النيتروسوفيك. برضو النيتروسوفيك زي ما اتكلمنا فيه دخلناه او الابليكيشنز على السوفت وير المختلفة، وده اتجاه جديد وحديث. زي ما كان الفازي، فازي كنترول ده معمول سنة 65 وهو اساس الكنترول، يبقى في حاجتين في النيتروسوفيك في الكمبيوتر ساينس وفي الفازي نفس الكلام. وقلت لكم what is the difference between nitrosophic and fuzzy. nitrosophic فيه ثلاث درجات اقل حاجة، والفازي فيه درجة واحدة اللي هي الممبرشيب، والتانية ممبرشيب ونون ممبرشيب. indeterminacy نون ممبرشيب اللي هي درجات، وديت لكم أمثلة كتير على الكلام ده. بالنسبة لو سألت في النيتروسوفيك كمبيوتر ساينس او نيتروسوفيك في السوفت وير او الابليكيشنز الجديدة، دي موجودة عندك ومعرفها. What is the Microsoft؟ برضو تعرضنا من خلال الدراسات في المحاضرات سواء الواقعية او اللي هي في الكلية او في البسات اللي هي اثناء الاجازات. قلنا اهم حاجة، وياريت تكونوا عملتوا حاجة تمرين في السيكشن على What is the Microsoft Equation Editor. مهم جدا What is the Microsoft Equation Editor. وقلنا ده برنامج صغير. ايه عامل ايه البرنامج ده؟ داخل مين؟ داخل الوورد. يعني برنامج الصور دي داخل المايكروسوفت وورد اللي هو. بس ده بيعمل ايه؟ مهمة المايكروسوفت ايكويشن ايديتور، بيعمل ايه؟ بيكتب الايكويشنز والماتريكس، وبيكتب الروتس، وبيكتب الباورز والسيريز، بيكتب حاجات كتير جدا في او تطبيق. بيكتب معادلات ايكويشنز سواء في الكيمياء، سواء في الاحياء، سواء في الفيزياء، سواء في الرياضيات ايكويشنز. هو اسمه مايكروسوفت ايكويشن. يبقى لازم تكون دي حاجة مهمة تتسأل فيها، لإما ازاي بتدخل لهذا البرنامج المصغر داخل الوورد، لإما تكتب الستيبس، لإما تقول لي مهمته، لإما في حاجات هختارها لك اقول لك احنا هندخل ازاي عشان نكتب معادلة مثلا، هندخل ازاي عشان نعمل مصفوفة، هندخل ازاي عشان نكتب اي عشان نرسم في الوورد او المايكروسوفت وورد. الحاجة التانية تعرضنا لها وات ايه اللي هو او ما اقول لك اوصف او ديسكرايب ذا مايكرو كمبيوتر. ايه المايكرو كمبيوتر اللي هو المايكرو كمبيوتر بتاعنا؟ عايز اعمل تديني اكزامبل على المايكرو كمبيوتر. وات ذا مايكرو كمبيوتر، وممكن اقول لك اعطيني امثله اكزامبلز على المايكرو كمبيوترز، والكلام ده كله تعرضنا له. تمام. الابريفيشنز، احنا قلنا في ابريفيشنز كتير زي الاو او بي اللي هي الاوبجكت اورينتد بروجرام. لما اقول السي بي يو، السي بي يو اللي هي سنترال بروسيسنج يونت،
الدوس دي ديسك اوبريتنج سيستم، يبقى ارتفيشال انتليجنس، يبقى الابليكيشن دي مهمه ايضا كتير جدا. داتا بيز معايا في كل ده والديفينيشن بتاعه. ان الكومبوننت بتاع الكمبيوتر 4 كومبوننت تقدر تسال فيها تكمله، تسال فيها باي طريقه، تقدر تسال في الراي كولونج يجيب لك اريقه 4 عناصر لكل دول، فيهم واحده غلط فيهم واحده صح معايا، اللي هي ذا كمبيوتر، اللي هي ذا كومبوننت تو كمبيوتر سيستم. وات ذا كومبوننت تو كمبيوتر سيستم؟ احنا قلنا فور بارتس هتكتب الاي والبي والسي والدي، كل ده موجوده في التلخيص النهائي او المراجعه النهائيه اللي احنا شغالين عليها. طيب دكتور بعد اذن حضرتك، هو لو سؤال زي ده جه بنكتب الكومبوننت بس ولا بنعرفهم كمان؟ الكومبوننت بتعملي ديسكرايب، لو انا قلت اوصف كمان يعني هتدي الاربعه ونعمل ديسكرايب بسيط عن كل نوع بس معايا. لكن انا اقول لك، لو انا قلت لك مثلا بصيغه الكومبليت A B C، يبقى انت محتاج تكتب الاربعه كومبوننت اللي هم مطلوبين، اللي هي لما اجي اقول لك what is the component of for the computer system معايا، يبقى هنا هنكتب نفس الكلام لما تعرضنا للهاردوير والسوفتوير وقلت لك اعمل لي الكومبوننت بتاع الكمبيوتر سيستم او وات ذا هاردوير، عايز اعرف الهاردوير وعايز اعرف اديني امثله على الهاردوير. في طبعا قلنا في الانبوت وفي الاوتبوت صح؟ اللي هي طبعا الاي والاو، يعني دي برضو ابريفيشن هي الانبوتس والاوتبوت ديفايس. يبقى هنا جيب لما انا اقول لك اعطي لي سم examples of the hardware devices واديتك مثلا A B C D، يبقى لازم تقول لي على الديفايسز اللي هي خاصه بالهاردوير. خلاص؟ انا بديكم امثله بسيطه، اديت لكم في المحاضره الاخرانيه وانا بديكم الابريفيشن، قلت لكم ان في حاجات في الشبكات اللي هي الكمبيوتر نتورك، قلنا التايبس او انواع الكمبيوتر نتورك، الفيزيكال والتوبولوجي والكلام ده، وقلنا الانواع اللي هي اللان والوان والمان، برضو دي من ضمن الكمبيوتر ساينس او حاجات مهمه في مجال الكمبيوتر اللي هي نتورك. What is the network؟ وعايز topology في النتورك والتايبس بتاعته، انواع التوبولوجي في النتورك. قلنا الانواع بتاعته اللي هي او التايبس بتاع التوبولوجي. What types of the physical communication network؟ اللي هي قلنا ايه قبل كده؟ اللي هي كنا قلنا اللان والوان والمان ابريفيشن، يعني لو انا اديتك لان الابريفيشن ده بتاع ايه، وان مان، كل ده ابريفيشن لشبكات الكمبيوتر. وات ذا نتورك توبولوجي، قلنا 5 انواع للتوبولوجي من خلال النتورك، كل ده موجود عندك. قلنا في لما بنعمل ديزاين او بنعمل في اللوجيك جيتس، وات ذا لوجيك جيت، اتفقنا ان في الاند وفي الاور، دي الثلاثه الاساسيين، والنوت بتاع اللوجيك جيتس، وازاي تعمل ديزاين ل
اللوجيك جيت اللي هي الان قلناها برضو قبل كده الاور اور ان نوت الكلام ده قلناه قبل كده. وازاي تصمم دايره او لوجيك جيت للبوليان الجبرا واتس بوليان الجبرا عرفناه او الفاريبل بتاع البوليان الجبرا. لما اجي اقول لك مثلا اكتب لي مثلا باختصار او وصف او اللي هي دي انبوت بروسيسنج سواء او الاوت بوت كونسبت اكتب لي عنهم ايه الانبوتس وايه الاوت بوتس او مفاهيم الانبوت وايه والاوت. في انبوت بروسيس اللي هو output اللي هو الابريفيشن بتاعه IBO. IBO عندك موجود اللي هو سواء input و processing out برضو دي بعض المفاهيم اللي احنا اتعرضنا ليها وقلنا device. الحاجة الثانية زي ما قلنا في Microsoft Equation Editor ازاي ادخل فيها على الوورد وازاي او الطرق المختلفة لدخول المايكروسوفت عشان تدخل برنامج المايكروسوفت ايكويشن اديتور. طيب الحاجة الثانية ثري نوشنز او ثري كونسبتس مهمة جدا اتكلمت عليكم معاكم فيها اللي هي الداتا انفورميشن النوليدج وات از النوليدج وات از انفورميشن والعلاقه او الريليشن ما بين ازاي اوصل للديزيشن من خلال البروبلم عندي لما رسمت لكم الشكل ده انا عايز اوصل من البروبلم في النهايه اوصل لويزدم او اوصل للديزيشن عشان احل مشكله عن طريق الكمبيوتر. كل الكلام ده قلته لكم دي طبعا هو موجود عندنا في الكمبيوترز وانواع الكمبيوترز قلنا في الانالوج وفي الديجيتال كمبيوترز صح؟ ازاي نعمل كومبير ما بين نعمل كومبارزون ما بين بتوين انالوج اند ديجيتال كمبيوتر. عايز اعمل كومبير بتوين رام اند روم. عايز اعمل كومبير بتوين ديسك اوبريتنج سيستم دوس اند ويندوز اللي هو معايا ده كومبارزون ما بين الحاجات المهمه دي موجوده برضو عندنا. بعد كده ممكن بقى كل اللي احنا قلناه يبقى انا ممكن مطلوب منك كومبارزون ما بين حاجات ديجيتال كمبيوتر وانا الكمبيوتر. ممكن اعمل كومبارزون ما بين الرام والروم مثلا. ممكن اعمل كومبارزون ما بين الدوس والويندوز ديسك اوبريتنج سيستم طيب وات از ذا مايكروسوفت اوفيس. مايكروسوفت اوفيس كونسيست اوف قلنا في 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 حاجات كتير جدا اشهرها اللي انتم استخدمتوها او اللي احنا استخدمناها كسنه اولى اللي هي الوورد والباوربوينت اكسل وهكذا. في حاجات داخل مايكروسوفت اوفيس او شركه مايكروسوفت عملتها دي. طيب some applications in mathematics in science in physics. عايز applications دي مهمه جدا ممكن ما تلاقيهاش عندك اللي هي applications in mathematics في physics او الكيمستري او في العلوم. في برامج جاهزه تتعامل معها كل واحد في تخصصه الرياضيات بتعامل معاها الاحصاء بتعامل معاها الفيزياء بتعامل معاها وهكذا الكيمياء. انتوا كطلاب علوم لازم تتعاملوا مع بعض البرامج اللي انا هقولها دي كلها بعد كده بالتفصيل من اللي يدخل منكم قسم رياضيات وعلوم حاسب او علوم حاسب تكنولوجيا او اللي هيدخل
تكنولوجيا حاسب او علوم حاسب او ماثيماتكس، برضه هنحتاج للابلكيشن اللي هي في الكمبيوتر ساينس. اللي هي ايه الابلكيشن؟ عندي برامج جاهزه بيتعامل معاها في برنامج اسمه في ماتكاد ماتلاب ميني تاب اس بي اس اس ميبل. كل ده برامج. الميبل ده بيتعامل مع بتوع العلوم وبتوع الرياضيات وبتوع الفيزياء، كل حاجه في الميبل. الاس بي اس اس ده برنامج احصائي اللي هو بيشتغل مع الداتا او البيانات اللي هو تحليل التحليل الاحصائي. اس بي اس اس ماسكاد ماتلاب برضو برامج او ابلكيشن معظمها في الرياضيات، بيتعامل فيها التفاضل الجبر الحاجات الخاصه بالماتماتكس يعني. وفي برامج جاهزه كتير، في برنامج اسمه الار ار بتوع الاحصاء برضو بيستخدموه. في برامج كتير جدا جاهزه، في برامج في البيولوجي، في مثلا قواعد بيانات الحيويه هنا داتا بيز او البيوانفورماتيك او البيولوجيكال داتا بيز اللي هي بتدرس الجينات والكلام ده. في زي عندي مثلا داتا بيز للجين بانك او بنك الجينات بنوك الجينات والكلام ده. في برامج جاهزه كتير وفي امكانيات جاهزه كتير دلوقتي عن طريق الارتفيشال انتليجنت او النظم الخبيره وات ذا اكسبيرت سيستم اللي هو النظام الخبير. ازاي اعمل نظام خبير في الجيولوجيا؟ ازاي اعمل نظام خبير في الفيزياء؟ ازاي اعمل نظام خبير في الكيمياء؟ ازاي اعمل نظام خبير في اي مجال؟ البايو انفورماتيك ده اللي هي نظم الذكاء الاصطناعي واللي هي الانظمه الخبيره، وده احد الحاجات اللي هي شغال فيها الذكاء الاصطناعي والارتفيشال انتليجنس. في الماشين ليرنينج اللي هو تعلم الاله، في النيورال نتوركس. كل دي الكلمتين الاخرى الجزء الاخراني ده الابلكيشنز ماثيماتكس ساينس الكلام ده، الجزء اللي انا قلته ده جديد مش موجود عندك. يبقى الحته الجديده في النهايه قلنا الارتفيشال انتليجنس الاكسبرت سيستم في ازاي يمثل المعرفه او النوليدج عشان الذكاء الاصطناعي. هناك لغات في الارتفيشال انتليجنس زي البرولوج، لغات وهكذا. يبقى الجزء الاخراني ده جزء عندك انا بقول لكم عنه فكره، ازاي تكون عندك فكره في مجال الحاسب. انتوا كمقدمه فلازم تعرفوا حاجات دي. وانا مع جزيل الشكر والتقدير، واتمنى لكم عندكم بقى اللي انا قلته، كل الحاجات اللي انا بعتها لكم وبنتكلمنا عليها كلها عندكم. والنهارده قلنا حتتين جداد في النهايه، وانا نفسي كلكم بلا استثناء تنجحوا، لكن مش هتنجح اوان. كل طالب عمل مجهود هياخد درجه، كل طالب ذاكر هياخد درجه، كل يعني مش هتنجح اوان، يعني مش هيبقى فيه ورقه فاضيه وتنجح. امال الصفر اخترعوه ليه؟ الصفر اخترعوه اتعمل فيه شبكات الكهرباء زي ما قلت لكم، وعشان الطالب الكسول ياخد الصفر. وفي ناس بتاخد الصفرين، والسلام عليكم ورحمه الله.